بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله رايحه نقدم لكم كريات لحم الدجاج. هذه الكريات لحم الدجاج وهذه المقادير تاعها راها يعني اكله خفيفه وسهله، ان شاء الله تنجحوا فيها وتعجبكم ان شاء الله. عندنا المقادير هما 400 غرام دجاج، هذا اللي هنا الاحمر، هذا الجزار كي عاد يرحي في الدجاج، كانت الماكينه كان فيها اللحم الاحمر، لحم الخروف، ملكي كي رحى الدجاج تخلط مع اللحم. وعندنا 3 حبات بطاطا، 3 حبات متوسطين، ربع كاس زيت، وعندنا 2 حبات بصل متوسطة، عندنا 2 ملاعق طماطم مصبرة، وعندنا كعبة طماطم كبيرة، وعندنا حبة تاع فلفل، وعندنا 3 حبات ثوم، وعندنا المعدنوس. ودركا هذه التوابل، ملعقة صغيرة من هذه تاع القهوة، فلفل أسود وفلفل أحمر حار، والملح حسب الذوق، ولا راس الحانوت ملعقة. هذا من الكريات يطيبوا في لاصوص، في مرقة حمراء. دركا نداو اللحم وحده ونزيدو واللاصوص وحدها. بسم الله، نكبو الزيت. بسم الله، ملعقة، 2، 3، 4 ملاعق، 4 ملاعق زيت، زيت المائدة. ودوكا نديرو البصل، نديرو شوية برك. دوكا هذا البصل نديرو هنا، الفلفل الأسود، فلفل أسود، وهنا الثاني فلفل أسود. ملعقة قهوة نقسموها، نصف في اللحمة ونصف في اللصوص في المرق. وعندنا الفلفل الأحمر، نديرو ملعقة صغيرة، نديروها لهنا. وعندنا الراس الحانوت، راس حانوت ملعقة، ملعقة قهوة، ثاني كوبا لهنا، كوبا لهنا. ونجيبو الملح، نديرو لهنا كمية كيما هك، نصف ملعقة. وفي لاصوص نديرو لهنايا قدن هكا حسب الذوق، كاين اللي يشتي الملح كاين اللي يشتي مسوس، حسب الذوق. الملح حسب الذوق، كل واحد كيفاه، واحد ياكل مسوس واحد ياكل مالح. دركا نجيبو الثوم، هذا نديرو في الأخير. هاو الثوم، ثوم نديرو 3 سنات، 3 سنات ثوم، 3 حبات ثوم،
نديروا الطماطم، طماطم الحب، وطماطم وزوج ملاعق تاع طماطم مصبره، دركا نجيبوا البطاطا، البطاطا نقسموها كيما هاك، مربعات نقسموها مربعات، دوكا هذه دوكا نروحو نطيبوها. دوكا رنا كي درنا المكونات كامل درناهم مع البطاطا مقطعة رقيقة، دوكا نروحنا نمرقها بالماء السخون، نمرقها بالماء السخون، نديرلها إطرة ونص، إطرة ونص ما سخون باش في ساعة تغلي، وكي يغلي الماء نعود. أنا حضرت الكويرات، الكويرات تاع اللحم هذا، دوكا هني حطيت البرمة هاي راه طيب، لاصوص هاوي طيب، درت له إطرة ونص ما سخون وهاوي طيب يغلي، ودركا راح ندير الكويرات تاع الدجاج، ندير المعدنوس. راني درت الملح والفلفل الكحل والبصل، دركا نزيد ندير المعدنوس، نصف الكمية نديرها في اللحم، وهذه النصف نديرها في لاصوص، نكبها من بعد كي طيب نكبها في لاصوص. دركا نخلط اللحم، نخلطو دوكا مليح، والبنات اللي ما يعرفوش القيس تاع الملح معليش يهزوا شويه ويذوقوها، كان عاد مسوس يزيدوا شويه ملح، كان عاد كما يحبوا يعني حسب الذوق الملح. خلطوا اللحم مع البصل والفلفل الكحل والملح والمعدنوس هكا، ودوكا نديرو كويرات. بعد ما خلطناه، هنا خلطناه، دوكا ندير ايدي هك في الماء، ندير ايدي في الماء وندير كويره، كويره تعود مش كبيره بزاف قد حبه الجوز، دوكا نكملهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله. كملنا الكويرات هامل هنا، كويرات كملناهم، دوكا اللحوم في لاصوص باش يطيبوا مع البطاطا. هاي غلات، هاي هاي غلات، دوكا نلوح فيها الكويرات، اللحوم هك ها، كي تعودي تخدمي في اللحم البرمة هاي غلات واحد العشر دقايق ولا ربع ساعة هي تعود تغلي، كي تلوحي فيها اللحم ما يتفتحش يسمى يشد روحه، ها
هاني غير لوحتو ها هذا وين لوحتو ها الكويرات حكموا رواحهم بياضوا ها ما يتفتحوش دوك نروح نديهم يطيبوا الكويرات ولا صوص يختار والبطاطا طيب البطاطا اللي درناها ونرجع لكم ان شاء الله. بسم الله هاي طابت كويرات الدجاج هاي طابت 40 دقيقة طابت على نار هادية ودوكا ان شاء الله هاي طابت كويرات الدجاج هم طابو دركا كي طابو في الاخر لحت لهم هذاك الجوات تاع الفلفل ودوكا نديرو شويه معدنوس نديرو لها شويه معدنوس هكا معدنوس ودركا ان شاء الله نسربيها في صحن التقديم نسربيها في صحن التقديم ونرجع لكم ان شاء الله. بسم الله هاي دوكا هنا سربيناها في صحن التقديم وان شاء الله تعجبكم هذه الكيفيه وتنجحوا فيها وراني ما عنديش واش نقول لكم في الريحه نتاعها والبنه نتاعها يعني يسمحوا لي اللي يسخاف ولا يتوحم يسمح لي. ها الليمون هذا من الليمون ان شاء الله دوكا نقسمها هذه تاع الجنينه تاعنا. بسم الله نديرو طرونش هنا ونديرو طرونش في الصحن نحطو طرونش في الصحن وان شاء الله تعجبكم هذه الكيفيه وتنجحوا فيها والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.